قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط إعجاب للفيديو لتتوصل أنت بآخر الفيديوهات ولكي تدعمني وأستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. فرجة ممتعة. عودة ثنائي الوداد تثلج صدر البنزرتي. يشعر التونسي فوز البنزرتي مدرب فريق الوداد الرياضي بارتياح شديد لعودة العديد من اللاعبين المصابين لفريق الوداد. وشارك ثنائي أيمن الحسوني وكذلك الإفواري الشيخ إبراهيم كومارا في الودية أمام الدفاع الحسني الجديد الذي تعادل أول أمس الأربعاء الوداد أمام الدفاع الحسني الجديد بنتيجة هدفين مقابل هدفين. وسجل الحسوني ثنائية فريقه. وابتعد الحسوني منذ الجولة الأولى من الدوري المغربي بسبب الإصابة في الكاحل، فيما غاب الشيخ إبراهيم كومارا نحو 3 أشهر وتحديدا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري. وشهد التدريب فريق الوداد الرياضي عودة سفيان مدن من الإصابة وكذلك أيوب بن شاوي في انتظار التحاق أيوب سكوما بهم إذ يتدرب منفرد بإحدى الصالات الرياضية. نهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.